محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات والده في رحلة للتجارة. ولما ولد أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب لتبشره، فأسرع إليها وكان عند الكعبة، فلما رآه فرح به وحمد الله تعالى على ذلك وسماه محمدا. فلما سئل عن ذلك قال: أحب أن يكون محمودا من الله ومحمودا من الناس. وكان من عادة العرب أنهم يرضعون أولادهم في البادية، فلما جاءت نسوة من بني سعد أخذت حليمة السعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت بركته من أول يوم، فقد أسرعت حمارتها الضعيفة، رزق الله حليمة اللبن ولم يكن فيها لبن كثير، ووسع الله تعالى من رزقه عليها وعلى زوجها وأولادها. ولذا فقد استأذنت حليمة بعد العامين أن يبقى معها محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعد عدة أعوام عاد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أمه، فخرجت به أمه لتزور قبر أبيه عبد الله، ولكنها ماتت في المدينة المنورة. فعادت أم أيمن خادمة أبيه به بعد أن ماتت أمه بعد أبيه، ليعيش محمدا يتيما بلا أب أو أم. تولى تربيته جده الذي كان يحبه حبا شديدا، وكان لجده مجلسا عند الكعبة لا يجلس معه فيه أحد، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان يجلس بجواره، ويحاول أعمامه أن يمنعون من الجلوس بجوار جده، ولكن جده كان يأمرهم بتركه لشدة حبه له، وكان يقول: إن لولدي هذا شأنا عظيما. ولم يمر وقت طويلا حتى مات جده عبد المطلب، وقام بتربيته أبو طالب، فكان يحبه ويفضله على أولاده. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع عمه في تجارة، فلبى عمه طلبه. وفي هذه الرحلة رآه بحري راهب، فأخبر عمه أن يحافظ عليه من اليهود، لأنه سيكون له شأنا كبيرا، ولو علم اليهود به لقتلوه. فأمر أبو طالب بعض رجاله أن يعودوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولما سمعت به خديجة بنت خويلد، وكانت من شريفات مكة وكان لها تجارة، فطلبت من محمد صلى الله عليه وسلم أن يتاجر لها، فخرج من في تجارتها، فربحت كثيرا وأعجبت به، وطلبت الزواج منه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في قومه برجاحة عقله وصدقه. فلما كانت قريش تعيد بناء الكعبة ولم يبقى إلا وضع الحجر الأسود، فتنازعوا فيما بينهم، كل قبيلة تريد أن يكون لها شرف وضع الحجر الأسود مكانه. فلما طلع عليهم النبي فقالوا: هذا الصادق الأمين، رضينا به حكما. فخلع شيئا من ثيابه ووضع فيه الحجر، وأمر كل قبيلة أن تشارك برجل فيحملون الحجر الأسود، وعند مكانه وضعوه بيده، بذلك لك تكون كل القبائل قد شاركت في وضع الحجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه الله تعالى، فيأخذ الطعام والشراب ويمكث الليالي فيه. وفي ليلة من الليالي
طلع عليه ملك وهو جبريل ولم يكن يعرفه، وأخبره أنه نبي هذه الأمة، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى خديجة فاطمأنته، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل الذي بشر أنه النبي هذه الأمة، فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ليحمل شرف دعوتي إلى الله. وبعد أن أصبح محمد النبي بدأ الدعوة إلى الله تعالى، فكان يدعو أصحابه فآمن به بعضهم، وكان يخرج في الأسواق وفي مواسم الحج يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى. وفي يوم من الأيام طلب الرسول أقاربه ووقف على جبل الصفاء، وأخبره أنه نبي من عند الله تعالى، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصى دخل النار، فصد عنه كثير من قومه. وفي أحد مواسم الحج، وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الحجاج إلى عبادة الله تعالى، قابل جماعة من يثرب وآمن به ونشر وبه نفر قليل، وكلموا قومه وأتوا بعد بعدد لا بأس به في العام القادم، وتعاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم لتكون يثرب أرضا ينطلق منها الإسلام، بعد أن عذب المشركون قريش من آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك وأذاهم. وفي أحد مواسم الحج، وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الحجاج إلى عبادة الله تعالى، قابل جماعة من يثرب وآمنوا به نفر قليل، وكلموه قومهم وأتوا بعدد لا بأس به في العام القادم، وتعاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إليهم لتكون يثرب أرضا ينطلق منها الإسلام، بعد أن عذب مشركو قريش من آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآذاهم. وقد طلب الرسول من أصحابه أن يهاجروا إلى يثرب، فتسلل كثير من الأصحاب، وكان المشركون يريدون منعهم، بل منعوا بعضهم، وتاجر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، حيث طلب من أبي بكر أن يتأخر، وأعد الرسول العدة، وسلك طريقا غير معروف، واختبأ في غار ثور 3 أيام حتى تمكن من الرسول الوصول إلى المدينة. وبعد أن أعلنت قريش جائزة عظيمة لمن يقبض على النبي حيا أو ميتا، وقد طلب الرسول من الصحابة أن يهاجروا إلى يثرب، فتسلل كثير من الصحابة، وكان المشركون يريدون منعهم، بل منعوا بعضهم، وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، حيث طلب من أبي بكر أن يتأخر، وأعد الرسول العدة، وسلك طريقا غير معروف، واختبأ في غار ثور 3 أيام حتى تمكن من الوصول إلى المدينة، بعد أن أعلنت قريش جائزة عظيمة لمن يقبض على نبي حيا أو ميتا. واستقبل أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشر والترحاب، وكل منهم يريد أن يأخذ بخطاه من ناقته حتى ينزل عنده، ولكن رسول الله أخبرهم أن يتركوها فإنها مأمورة. وفي المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول، اشترى الرسول هذه الأرض وبنى فيها مسجدا، وأخذ يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى، ولكن المشركين أحسوا بالخطر،
فقد أصبح محمدا له دولة ناشئة، وهم يمرون بتجارتهم في طريق المدينة. وقد كان أبو سفيان خرج بقافلة تجارية، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا لها، لأن المشركين أخذوا أموال المسلمين وديارهم في مكة بعد الهجرة. فأراد الرسول أن يسترد بعض الحق، وسمعت قريش بذلك، فخرجت بجيش كبير، وخرج مع الرسول عددا صغير لم يضع في حسبانه أنه ستكون هنالك معركة. وعند بئر بدر قامت أول معركة كبرى انتصر فيها المسلمون على المشركون، ثم دارت بعدها عدة من الغزوات، كان النصر حليفا للمسلمين فيها إلا غزوة أحد. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه مبادئ الإسلام، ويعلمهم ما كان ينزل عليه من القرآن الكريم، فعلم الناس الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، وأن يعيش الإنسان كريما بين أهله، ويعبد الله تعالى الذي خلقه، وعقد معاهدات مع اليهود والمشركين. ولما نقض المشركون العهد أتى الرسول بجيش فتح فيه مكة، وكسر الأصنام التي كانت حول الكعبة، وطهر بيت الله الحرام، وعفى عمن ظلمه وحاربه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه برسالة منه لملوك ورؤساء الدول وقتها، لأن الإسلام دين عالمي، فرد بعضهم ردا حسنا، واغتاظ بعضهم، وحاربوا الرسول خوفا من مصالحهم، ولكن الله نصره. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس دين الله تعالى، ويقربهم إليه، حتى توفاه الله في العام 11 من الهجرة، فبكى عليه الصحابة بكاء لا مثيل له.